السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدين ومتابعين المزرعة البيتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اشكر الله يا جماعة الخير. والنهاردة موضوع حلقتنا هيكون بإذن الله مهم جدا، فأرجو من كل المتابعين والمشاهدين محدش يجري الفيديو عشان نتابع كل كلمة أو كل حرف احنا هنقوله بإذن الله النهاردة عشان نستفاد. والنهاردة يا جماعة موضوع حلقتنا عن كيف تستطيع الحصول على أعلى معدل تحويل في تسمين الأغنام. تمام، طبعا احنا عندنا بتاع 4 أو 5 شروط عشان نمشي في مشروعنا صح وربنا يكرمنا ونطلع بأعلى الأوزان. طيب ايه هي الشروط ديت؟ احنا هنتكلم بالبلدي شوية كده عشان كل اخواتنا يبقوا فاهمين احنا بنقول ايه، مش هكلمهم باللغة العامية ولا حاجة. اول شرط من شروطنا هي اختيار الخروف. تمام كده يا جماعة، يبقى اول شرط معانا هو هيبقى اختيار خروف التسمين. ايه معنى الكلام ده؟ معناه ان انا لما اروح اشتري خروف تسمين اختاره صح، ابقى راجل فاهم ان الخروف اللي قدامي ده يصلح للتسمين ولا خروف تعبان. تمام كده، انا ما اعرفش اختار الخروف، اجيب واحد عنده خبرة وينزل معايا السوق وانا بشيل الخرفان بتاعتي، لان بنسبة 60% بنسبة 60 أو 70% تحويل الخروف بينطبق على ان الخروف ده انا جايبه تعبان ولا سليم. تمام كده يا جماعة، خروف سليم ما شاء الله هيتحول معايا، نسبة تحويله هتبقى كويسة. خروف تعبان هيتعبني وهيتعب نفسه. طيب ده اول حاجة. خلاص كده احنا جبنا الخرفان بتاعتنا ودخلناها المزرعة بتاعتنا. تمام كده، تاني حاجة بنعملها بنديها جرعة الديدان، بنديها البندازول. تمام كده يا جماعة، بنديها البندازول لقتل الديدان المعوية، وبنديها كل خروف فيهم 1 سنتي ايفوماك، وبنعيد الكلام ده بعد 15 يوم. حلو الكلام. اولا بستفاد ان هي لو في، انا الله اعلم الخرفان دي كانت طبعا متربية فين وكده، فانا بستفاد ان لو في ديدان في المعدة بتتقتل تماما. تاني حاجة الحشرات اللي هي الخارجية الايفوماج بيقتلها، سواء بقى في مفيش او احنا بنعمل لهم زي تحصين وقاية، عندهم ما عندهمش احنا بنديهم جرعة وقاية. تمام كده يا جماعة، يبقى تاني حاجة معانا اللي احنا قلناه. تالت حاجة يا جماعة، العلف بتاعنا ما يقلش عن نسبة البروتين فيه مش اقل من 20%. تمام كده يا جماعة، مش اقل من 20% او 18، يعني من 18 ل 20%. وطبعا انا بتكلم على دورة التسمين اللي احنا بنجيبها اللي هي لمدة 3 4 شهور وبنبيع الدورة. تمام كده، انا واحد من الناس بجيب دورة التسمين عندي تبقى وزن الخروف من 25 ل 30 كيلو. تمام كده، وعلى ما اعتقد ان انا اوريكم خلطة التسمين بتاعتي على الطبيعة، اوريكم انا بعملها ازاي، بعمل البروتين فيها مش اقل من 18% فيما فوق. الخلطة اللي انا بعملها للأغنام عندي واللي احنا اتفرجنا عليها على القناة قبل كده. تمام كده، طيب هجيب اوزان اقل من كده، من اقل من 25 كيلو، خليك ماشي على بروتين 20% عشان تلحق، عشان الخرفان تلحق تنطق معاك في خلال دورة التسمين، لأن دورة التسمين اللي انت بتعملها بتبقى يعني
الأيام معدودة، تبقى حوالي 4 5 شهور. تمام كده يا جماعة؟ ده في الأول طبعا، أول ما بيكبروا بنقلل نسبة البروتين، ده متفقين مع بعض قبل كده. طيب ايه رابع حاجة؟ رابع حاجة وبالنسبة لي انا اهم حاجة برضو، هو طبعا كل اللي انا قلته حاجات مهمة، بس بالنسبة لي انا يعني دي نتك عليها شوية يا جماعة، لان بعض المربيين بيبقى مش فاهمين هما بيعملوا ايه، او بمعنى اصح بيبقوا حافظين مش فاهمين. تمام. رابع حاجة معانا هي تبقى المتابعة الصحية للأغنام. تمام كده، المتابعة الصحية للأغنام. ايه معنى الكلام دوت؟ معنى دلوقتي انا بطلع مثلا احط لهم وجبة العلف بتاعتهم، في بعض المربيين، انا مبقولش كلهم، في بعض المربيين بيحطوا وجبة العلف ويجروا، على ما اعتقد ان انا في ناس دلوقتي سامعاني فاهمة هما بيعملوا ايه. في بعض المربيين يحطوا وجبة العلف ويجروا، ده معناه ايه؟ ده معناه المتابعة الصحية اللي انا قلت عليها، ان انت تقعد مع الغنم بتاعتك بعد ما تحط العلف مش اقل من ربع ساعة. ليه مش اقل من ربع ساعة؟ عشان تشوف الحالة الصحية بتاعت الغنم، في غنم فيهم تعبانة، في غنم ما بتاكلش، في غنم مثلا كلت حاجة بسيطة ومشيت، تبقى متابع اول باول. تمام كده يا جماعة؟ طيب انا دلوقتي مثلا قاعد مع الاغنام زي ما حضرتك قلت لي، ولقيت مثلا خروف راكن كده وما بياكلش زيهم، او مش عايز ياكل، او وحسيت ان هو مثلا تعبان. في الحالة ديت عندنا علاجات كتير بيطرية. مبدئيا كده يا جماعة، في الصيف بالاخص لو لقيت خروف راكن كده، اعرف ان درجة حرارته عالية، اعرف ان درجة الحرارة عنده عالية، ودرجة الحرارة لما بتكون عالية عند الخرفان انسى ان هما ياكلوا، لان زي ما احنا فاهمين ان العلف عامة بيسخن جسم الخروف. تمام كده يا جماعة؟ طيب ايه هي العلاجات ديت اللي احنا هنحاول ان احنا نخليه ياكل؟ عندنا علاج يعني كذا علاج يا جماعة، في اللي هو مثلا انالجيكت فيت، ده مسكن الالام وخافض الحرارة. تمام. في مثلا زي الديكلوفين برضو زي الانالجيكت بالظبط. في بعض الادوية كتير قوي يعني مسكن الحرارة وخافض الحرارة فهنسحب 3 سنتي وندهم له، مفيش يعني حوالي نص ساعة كده هتلاقيه رايح على الاكل بياكل، مفيش اي مشكلة. تمام. لو هو درجة الحرارة عنده عالية، والإبرة اللي انت اديتها له ديت اللي هي خفض الحرارة ومسكن الآلام خفضت الحرارة ومفيش أي مشكلة وبياكل، وتاني يوم لقيته بياكل، يبقى كده الحمد لله الخروف بتاعك مفيهوش أي حاجة. لكن لو تاني يوم جيت مثلا لقيته برضو راكن نفس الركنة، لا كده يبقى هنضطر ان احنا نديله مثلا مضاد للالتهاب ومضاد حيوي. تمام. هنديله مضاد التهاب ومضاد حيوي زائد خفض الحرارة. تمام كده. هنتابع معاه مثلا يوم ولا يومين، لانه برضو لسه تعبان. يبقى الافضل لو انت مش فاهم انت هتعمل ايه، يبقى الافضل تجيب دكتور بيطري او توديه لدكتور بيطري. انما لو انت فاهم هو عنده ايه، سواء التهاب رئوي او كذا او كذا، فبنديله مضاد حيوي زائد مضاد للالتهاب. طيب كده خلصنا رقم 4 يا جماعة. رقم 5، ودي الحاجة الأخيرة اللي هي معانا، ودي برضو حاجة مهمة جدا، بعض المربين برضو مش مدقق فيها أوي، يقولك لا دي آخر الدورة هبقى أعمل كده، هي المتابعة الوزنية. تمام كده يا جماعة؟ المتابعة الوزنية لازم مش أقل من كل 15 يوم توزن الأغنام بتاعتك، ده من رأيي الشخصي أنا بعمل كده عشان اشوف في معدل التحويل قد ايه كل 15 يوم، واقدر احسب هما بيزيدوا قد ايه كل يوم. تمام كده.
يبقى المتابعة الوزنية هي ان انا كل 15 يوم اوزن الخرفان بتاعتي، اشوف معدل التحويل، اسجل، اجيب ورقة وقلم واسجل كده. مثلا اول الشهر انا اللهم صل على النبي سجلت مثلا الخروف ده مثلا طلع 30 كيلو. بعد 15 يوم، بعد 15 يوم من العلف بتاعه واللي احنا بنعمله فيه والتسمين بتاعه، بعد 15 يوم باجي اوزنه واشوف معدل التحويل قد ايه في 15 يوم، زاد مثلا 2 كيلو، زاد 3 كيلو، عشان اقدر احدد هو نسبة التحويل فيه كويسة ولا لا، ولا الخروف ده فيه عنده مشكلة. تمام كده يا جماعة، يبقى كده خلصنا حلقتنا النهاردة، وانا اسف لو انا بنهك شوية، بس الشدة بصور الفيديو دوت في الشمس، فالشمس ضربة يعني في الأوضة جامد، مش قادر اخد نفسي الصراحة. ف يا رب اشوف حضراتكم دايما بخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. وبكده يبقى انا خلصت حلقتي النهاردة معاكم، واتمنى كل اخواتي يعملوا لايك وتعليق، عشان انا حاسس ان انتوا يعني حاسس ان انتوا نمتوا معايا شوية الفترة اللي فاتت ديت، فياريت تشجعوني دايما زي ما كنتوا بتشجعوني الاول. واشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.